بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده لها علاقه برمضان. رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يتقبل منا ومنكم. السؤال والفكره بتاعه حلقه النهارده هي ايه بقى الخطه بتاعتك اللي هتحطها في رمضان؟ كتبت ايه؟ ممكن تجيب ورقه وقلم، ولو انت سمعني وانت في العربية دلوقتي تفتكر النقط دي، ولما تروح تقوم كاتبها في ورقة وقلم. رمضان ده شهر الخير والعطاء والإيمان والصلة بربنا، شهر الصدقات، شهر القرآن، شهر صلة الأرحام، شهر البر، شهر الخير. ايه بقى انت، ايه بقى موقفك؟ انا صايم. يعني صايم وبس يعني؟ لا، ما انا ما عنديش حاجة تانية. لا، تيجي نحط خطة في رمضان تحولك لإنسان رائع. ايه الخطة؟ تعالى كده، تعالى نكتب، نحط بنود. ها يلا، واحد، انا والصدقات هتطلع صدقات قد ايه في رمضان؟ يا عم وانا معايا فلوسي، يا عم ان شاء الله تفطر واحد على كوباية لبن، يا عم اي حاجة. اكتب كده، انا ها واحد الصدقات هتطلع قد ايه؟ هطلع انا طالب اصلي معيش فلوس كتير، هطلع 100 جنيه، هطلع 50 جنيه، هطلع 10 جنيه، اي حاجة. اكتب رقم، اكتب رقم. هطلع زكاتي، هطلع، حد بيسمعني دلوقتي يقول والله انا مطلع 10,000 جنيه، مطلع 100,000 جنيه صدقات. يبقى ها واحد انا والصدقات. طيب يلا نمرة اتنين، انا وصلة الارحام. هتسأل على مين في العيلة؟ هتعمل عزومة لمين؟ يا عم ورمضان السنة دي ما عادش حد بيعزم حد، زمان كانت الناس. طب ايه يعني؟ ما تيجي يوم الجمعة نقوم عازمين العيلة كلها، وكل واحد يجيب طبق معاه، علشان مش قادرين نعزم والدنيا بقت صعبة. طب بلاش عزومة، هتزور مين في رمضان من العيلة؟ ابدأ بالناس البعيدة، اوعى الناس اللي انت مخصمها. خلاص بقى يا عم رمضان، ارفع التليفون وكلم ابن عمك ولا كلم اخوك وقول له خلاص بقى اللي فات مات، ده احنا رمضان شهر الخير والرحمة. انا وصلة الارحام لازم تكتب، هزور كذا وهعزم كذا. حط خطة يا جماعة، ده رمضان احنا داخلين على احب شهور السنة الى الله، ده شهر الخير، شهر النور، ده احنا داخلين على ليلة القدر بعد شوية، افضل ليلة في السنة، والخير والثواب والرحمة والجنة اللي ابوابها مفتوحة، والعطاء والعتق من النار واجابة الدعاء. اوعى يروح منك رمضان. يبقى انا والصدقات، انا وصلة الارحام. طيب ها نمرة ثلاثة، هتحط ايه؟ انا والقرآن. ها ناوي ايه مع القرآن؟ ناوي تختم؟ طيب ناوي تقرا وتحاول تعيش آية كل يوم وتقول انا هعيش بالآية دي النهاردة؟ ايه رأيك لو عملت كده؟ كل يوم آية واحدة بس، تقرا 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 وتختار آية تقول انا هنفذ الآية دي النهاردة. تخيل، والله ده القرآن يحيي حياتك كلها لو عشته بالطريقة دي في رمضان، مش بس قراية، ختمة وهعيش مع آية. طيب ها انا وايه كمان؟ ايه رأيكم نحط كمان ايه؟ انا وفكرة جديدة عايز اعملها في الحياة. رمضان ده شهر التأمل، ده انت بتقعد ساعتين ثلاثة كده هادي وفاضي، طب ما تطلع فكرة جديدة في الحياة. فيبقى رمضان انتاج، مش رمضان عدم انتاج. فكرة جديدة في شغلك، فكرة جديدة مع مراتك، فكرة جديدة مع اولادك، فكرة جديدة لحياتك، طلع فكرة جديدة. ها كويس، يبقى حطينا دي كمان رمضان. ها هتحط ايه في كمان في رمضان؟ خطة رمضان. انا والوزن، هتنزل وزنك وهتحافظ على، ولا هتزيد 3-4 كيلو؟ يا عم ده شهر الصيام، ده انت المفروض تنزل. العب رياضة بقى بعد الفطار، ولا اعمل حاجة. ها خطة رمضان. انا ضربت امثلة، ما اقصدش ان هي دي بس. انا ومراتي ازاي هكون طيب مع مراتي وحسن العلاقة؟ انا وابويا وامي وصلة الارحام، انا وولادي، وان احنا لازم يكون بيننا علاقة قوية، ده فرصة ان احنا بنفطر مع بعض كل يوم كعيلة واحدة، لازم استفيد من الحكاية دي ان احنا نقرب من بعض. حط خطة في رمضان لانه شهر الخير والرحمة. حط خطة في رمضان انا والدعاء. ايوة اكتب الدعوات اللي هتدعي بيها، ده شهر اجابة الدعاء للصائم عند فطره دعوة لا ترد. يا جماعة المشكلة ان احنا بنخش رمضان ومعناش خطة، فبنتوه فيخلص رمضان. لا يا عم، حط خطة من النهاردة، اكتب الخطة وحط الدعوات اللي عايز تدعي بيها، 3-4-5 دعوات هم دول هركز عليهم الشهر كله. لو حطيت خطة رمضان صدقني هيكون رمضان أجمل بكتير من كل سنة فاتت. جرب ودعي لي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.